السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام. الفيديو اللي معانا النهاردة هو انتشار خبر وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي. هنعرف أدق التفاصيل عن انتشار الخبر على السوشيال ميديا، بس الأول نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. الفنان نبيل الحلفاوي زي ما احنا عارفين ان هو دلوقتي بنشوف له تغريدات كتيرة جدا على تويتر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابع جيد جدا لكرة القدم وليه اراء كتيرة جدا بيتكلم فيها، وبنشوف كمان ليه اراء بالنسبة لاي تصريح من الفنانين او اي موقف بيكون على السوشيال ميديا. بنلاقي الفنان نبيل الحلفاوي بيقول رأيه بكل صراحة، وهو ليه رأي صارم جدا وليه تعليقات جريئة وكمان بس في حدود المعقول، يعني ما بيهنش حد او ما بطش في حد، وبيكون رأيه حلو جدا. بعض الناس بيتعلق على تعليقاته وعلى تغريداته اللي بتبقى على تويتر وبيقولوا له فعلا رأي حضرتك صح ومتابع جيد على السوشيال ميديا. وبنشوف لما بيكون في اي حاجة بتنتشر على السوشيال ميديا بتنتشر بطريقة سريعة، زي خبر وفاته على السوشيال ميديا كان انتشر الخبر بطريقة رهيبة. المهم ان الفنان نبيل الحلفاوي مفيش اي حد من اسرته علق على الخبر او نفاه او قال ان فعلا الفنان اتوفى، بس النقيب المهن التمثيلية زي ما احنا ما متعودين لو في اي خبر بينتشر على السوشيال ميديا بيقول نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي بيصرح وبيقول حقيقة الخبر لو الخبر اكيد بيأكده، لو الخبر مش اكيد بينفيه. بس الفنان نبيل الحلفاوي بعد انتشار خبر وفاته بعض المواقع وكمان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عشان يسألوا عن حقيقة الخبر، ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين صدمهم انتشار الخبر، لان الفنان نبيل الحلفاوي ليه محبين كتير جدا في الوسط الفني. بس الدكتور اشرف زكي ظهر وقال ان الخبر المنتشر على السوشيال ميديا اتأكد من أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان نفسه هو اللي ظهر وقال ان انا بخير وكويس ودي إشاعة.